انا من هذا المنبر كنقول هذيك السيده كانت كتخونني بحكم انني اللي كنت عايش معاها، وديك البنت ماشي بنتي، وبالاحساس ديالي وبالجوارح ديالي وبالقلب ديالي. السلام عليكم. السلام عليكم خاينا. المشكله ديالي مع الزوجه السابقه ديالي اللي هي الطالقه ديالي، الام جوج اولاد ديالي المهدي وملك، وكاين واحد البنت اخرى اللي ماشي الابنه ديالي بحكم انني كنت في السجن معتقل. والاخر السيده انا الا خرجت من السجن قالت انها حامله، قلنا اللي جا من عند الله مرحبا. حتى من بعد كنتفاجئ ان السيده شلا حوايج تبانوا عليها ماشي هما هذوك. السيده لقيتها واحد اخر بعد الخروج ديالي من السجن، وباقي خمس ايام العد ديالي العام الاول، هربت من الدار بدون سبب بدون حتى شي حاجه. ما كاينت لا مشكل بيناتنا بيت كايها الناس. صبحنا كايها الناس، صبح وصلت الخدمه ديالها بالعشيه ما رجعتش الخدمه ديالها. مورا داكشي هذاك جا عندي مفوض قضائي، جاب لي بلغني بلي كاين رفعه دعوه ديال الطلاق. تابعت معها الاجراءات كامله، كنحضر مع المحكمه من البدايه وقبل المحكمه. بعد خلت معايا جد الوليدات، خلت معايا ولادي مهدي ومالك. والليله العيد اتصلوا بيا رجال الشرطه طلبوا مني انني نجي عندهم نجيب الوليدات ونجي. مشيت لعندهم في الاول بوحديتي، استفسرت الامر، قال لك ترى الزوجه ديالك كتشكى وباغا دير الوليدات. قلت لهم انا هاد السيده هادي انا ما جريت عليها، ما ضربتها، ما غوتت معاها، ما والو، علاش غادي الولاد؟ قال لك ودي عندنا تعليمات، وهاد التعليمات المخزن على راسي وعيني ماشي مشكل. طلعت جبت الوليدات، طلعت جبت لهم الوليدات. البوليس يسول الولد واش تمشي مع ممك ولا مع باك. الولد تمسك بيا، بقى معايا، بقى معايا الولد اخي كما كنقول لك. جا عندي مفوض قضائي، جاب لي استدعاء ديال المحكمه، متبع معها الاطوار القضيه، تحضرت معها الجلسه الاوليه عند السيده القاضيه. والساعه اللي جات باش تحدد الجلسه الثانيه سولاتها، قالت لها فوقاش غتقدر تولدي؟ قالت لها كتفاجئني، كتقول لها ان الطبيبه كتقول لها غتولد 16 تسعود. وهادشي هذا راه كلشي كيعرف، واقيلا ان المحكمه كي القضيه وكي السيد كاتسي بالضبط، يعني اي حاجه كتسجل، ماشي كنقول شي حاجه من راسي. قالت لها ودي الطبيبه قالت لي 16 تسعود. واخا مزيان، هذه المفاجاه الاولية. انا السيده ملي قالت معايا بالدار كنقول لها مشيو للطبيب، كتقول لك لا انا مزيانه، ما كنحس حتى بشي حاجه، متبعه مع الطبيبه، مع الطبيب ديال الحومه، حنا مقصحين مع الناس زايدين فينا، ماشي مشكل دبر راسك. حتى كنتفاجئ في المحكمه انها كتصرح متبعه مع الطبيبه، والطبيبه قالت لها غتولد 16 تسعود. هذه اول نقطه. الجلسه سال القضيه حدتنا 4 تسعود، المشرف الاجتماعي ناض المشرف الاجتماعي 4 تسعود. السيده جات معطله اول حاجه. ثاني حاجه ملي جات السيده والده، كيفاش تينا الطبيبه قالت لك غتولد 16 تسعود 4 تسعود، جيتي والده وقادره تحرك، وصلتي حتى المحكمه. ما علمتني، ما شعرتني لا هي لا عائلتها لا حتى شي واحد علي. انا كنتناقض العائله ديالها وكنهضر على العائله ديالها، لان انا اللي مضروب نظم يحط راسو بلاصتي، فهمتي؟ انا كان عندي شك مسبق، وطلعت من واحد المنبر اعلامي انني كنشكك فيها، وهادي وهادي وهادي، يعني كان عندي شك مسبق، ماشي كنت كنهضر من فراغ. وداك نعم الشك ديال الخيانه اخاي. ملي خرجت من الحبس لقيت المراه واحده اخرى، المراه خالد درجت انني بالضيم قلت لك انا راه بالحوايج مصبر من الموسخ. السيده كتجي غير تنعس، ولات مؤخره، ولات كتجي غير تنعس باش ما نهربش على الموضوع. دخلت عند السيد المشرف الاجتماعي سولته، قلت له سيدي واش هاد السيده ولدت؟ شاف فيا قال لي السيده قالت وضعت، وضعت بنيه وسماتها هبه. والاربع اللي فات شحال كيكون في الشهر؟ الاربع اللي فات قال لي 30 8. السيدة صرحت أمام السيدة القاضية أن الطبيبة أكدت لها ستالي 16 تسعود ما فوق. والحمد لله راه الطب عندنا راه تقدم، وكلشي كيعرف هذا الطب كيعطي 3 أيام أو قبل أو بعد، يا إما 3 أيام قبل أو 3 أيام بعد. هذه النقطة الأولى. نهار اللي ولدت ما خبرني حتى شي واحد، ما عندي العلم حتى شي واحد. سبيطار الصينية دار من دخلوها سجلوها بسميتي، ما عندها حتى شي وثيقة رسمية ديالي. الدفتر الحالة المدنية ما كاينش، ضايع شي زعما عندها مخبى ولا مأكد منه ما كاينش. لاكارت ناسيونال ديالي عندي، كاغيت صدق خلاته في الدار. شي ما هزت اشاره ما داتش مع السيده. السيده بيتين كايها الازواج غدا كنقول لك من الخدمه ديالها نطار ديما بدون سبب، فهمتيني؟ المهم سجلت هاد العائله، دخلت السبيطار، ولدت ما علمتني ما حتى شي حاجه. الاطوار ما شافت المحكمه، انا كنحضر الجلسات كاملين. انا من الاول علاش غادي نهرب انا من المخزن؟ انا علاش غادي نهرب من المخزن؟ مثلا غادي يعيط عليا، علاش غادي نهرب؟ فين غادي نهرب؟ راه انا سجين سابق وكنعرف شنو هو المخزن، فهمتيني؟ تبع معها الاطوار. عم سيدي طلقات المحكمه، طلقات المحكمه مع العلم انني دليت القضيه. كاين واحد كذبه ثانيه في الجلسه الثانيه، صرحت القضيه قالت له ودي راني هادر المدرسه ولدي،
وانتاقت المؤسسه المدرسيه مشكوره المديره فهمتيني ديال هاد المؤسسه في قرى الوليد لا داعي لذكر الاسماء. وعطاتني مشكوره عطاتني واحد التقرير بخط يده ان الولد مواظب على الدراسه ديالو منذ بدايه الموسم الدراسي وعطاتني شهاده مدرسيه. تفاجات الجلسه الاخريه اللي كنا غنسمعوا فيها الحكم 9 الصباح حنا جالسين حتى 11 الصباح رفعت القضيه الجلسه قالت لك اللي عنده الحكم غادي يجي يسمعوا في مكتب الضبط. نطلع عندك قلت الله يجازيك بخير استاذ عندي شي وثائق باغي ندلي بهم. قالت لي شنو هما؟ قلت لها اللي كاين اللي كاين شبراتهم مني نعم الوثائق هو اللي قلت دابا هاد اللي عطاتني المديره مشكوره التقرير ان العالم مواظب على الدراسه ديالو منذ بدايه الموسم وشهاده مدرسيه وما كاينين حاليا دابا عند المحامي اللي عندي ديال مساعده قضائيه او ما عنده راه هو صحاب الملف وعنده داك الشيء هذاك ما علينا. صافي قال لك الحكم غدا تجي تسمعوا في مكتب الضبط. مشيت مورا النسخه ديال الحكام ديالي كانت فاجا وصرحت القضيه نهار اللي جابت لها الورقه ديال الولاده قلت لها استاذه راه هذيك ماشي بنتي شنو ديك الوثيقه اللي عطاتك؟ قالت لي هذه مجرد وثيقه وصافي حشاتها في الملف فهمتيني. وقلت له دير انا السيده اللي كاينه اللي كاين صرحت لها كل شيء قلت لها انا كنت معتقل وهاد السيده راه تشوف بقاش والده وكتلاعب. اخي راش غادي نقول لك اخي ما هو كل شيء واضح وباين. انا اخي تعتقلت يوم 19/8/2022 وتم الافراج عني يوم 19/12/2022 السيدة ولدت يوم 30/8/23 بمعدل 8 اشهر و 9 ايام لا يمكن ان تكون ولادة طبيعية رغم هذا. يقول لي شي واحد الله عز وجل يقول 6 اشهر ويقول 7 اشهر ما سماهم ببني الخدج بيباني الخدز يعني هما فهمتيني في قادم الزمان كانت واحد بحال الاله اللي كاينه دابا كنقولوا القرعه ولا الزازه كيكملوا النمو ديالهم فيها هو الخدز فهمتيني. اما ولاده طبيعيه وكما ربونا فهمتيني الاجداد ديالنا والوالدين ديالنا 8 شهور كيموت فهمنا. يعني حتى ودا المحكمه ما مقتنعاش ان الوثائق اللي عندي ماشي دليل وعلى الاقل تشوفهم غير شبهه تشوفهم غير شبهه وتعطيني الخبره ماشي مشكل. انا ما كنقول لك شي الا بسم الله هي ولا معاينه طبيه وانا كنشوف بالنسبه لي ليك بمعاينه طبيه لان ما كاينش شي واحد اللي عارضني نهار اخر اللي مشيت مورا الوثيقه ديال الولاده ديال السبيطار الصنيطري ما تمنعت عليا ماشي تمنعت عليا بشي حاجه زعما انهم تعكسوا ولا هذه لا بالعكس من اجل الحمايه ديالي باش ما ياكدوا لي شي تصاريخ بحكم انني كنت طالع في منابر اعلاميه كما قلت لك كنشكك فيها وكنطعم في هذا الحمل هذا يعني باش ما ياكدوا لي شي تصاريخ كنشكك في هذا الحمل هذا وهذا الابن هبه انا ما سجلتهاش في الحاله المدنيه وهي ما عندها حتى شي وثيقه رسميه ديالي شكون اللي سجلها لها في الحاله المدنيه. انا انتقلت للمقاطعه بشهر 10 وسولت الموظف قال لي التسميه ما كايناش وشهر 11 نهار اللي كان عندنا الحكم النهائي تبهت عليا قالت لي هي مسجله بسميتك المقاطعه ديال الجماعه المزوق ورجعت المقاطعه لقيت الموظف اللي لقيته بشهر 10 مشى بحالو لقيت واحد اخر من اللي قلب اخي في السيستم قال لي البنيه مسجله 18/9 يوم عيد ميلاد ديالي فهمتيني مسجله البنيه سبارطا يوم 18/9 وانا موظف قلب حدايا في السيستم قال لي ما كايناش هاد السميه هادي شكون اللي سجل هاد البنيه؟ انا ما سجلت حتى شي بنيه سعاده الرئيس لان ادى عليها النفقه. انا هاد البنيه انا اصلا باقي هاد الحكم الطلاق هاد حكم الطلاق باقي عليه بعد السنه باقي مدرس في المحكمه. المحكمه استدعات اكثر من 5 نوبات وقال لك ما كتوصلش والسيمانه اللي فاتت عاد انا طلعت لمفوض قضائي في اللغطه وكيف يعقل الحكم باقي مدرس في السينما وانا غنتعاقب على غنمشي للحبس وانا من غنمشي للحبس ولدي معايا عندي اسم اخي عندي الشهاده ديال الناس ديال الفندق اللي نازل فيها انا ولدي يعني ماشي ناس جبتهم من الزنقه والناس ما يمكنش يتغامر براسها غتمشي معاك للوكاله وغتكتب واحد المقال وغتمشي معاك للبلديه وتكاليزي معاك وهي كتكذب لا بالعكس الناس شهاده شهاده لله فهمتيني نعم شاهدين ان الولد كيتواجه معايا من يوليوز المنصارم الى يومنا هذا ليلا نهارا نعم يتواجد معي ليلا نهارا ماشي زعما نهارا ليلا نهارا يتواجد معايا فهمتيني. عندي يعني النسخه ديال المحكمه اللي كاينه دابا الجلسه اللي كنقول لك يعني الطعم في الحكم الابتدائي ديال الطلاق انا كنعرف الطلاق ما فيهش السيناب ولا الطعم ولكن العدد اللي تابع له العدد الاول وهو الشق ديال النفقه والعدد الثاني هو ديال العده يعني نطعم في هادو بجوج نعم التعرض هادو بجوج والقضيه باقا مفتوحه في المحكمه. علاش انا غادي نادي دابا؟ انا دابا لو ما كانش متواجد معايا المحامي راه واقيلا كراني تعتقلت كراني نهار الثلاثه اللي فاتت كراني تعتقلت ما كانش معايا المحامي
برغم ان ديك الوثائق اللي شتي كامله في يدي وانا كنذكرها، عندي شهاده الاحتياج، عندي اعفاء الضرائب، عندي نتيجه ولدي من احسن النتائج، عندي شهاده تقديريه للمدير المؤسسه ديالو 8.29 ما شاء الله عليه تبارك الله عليه، القسم السادس موحد هذا العام. وشوف هاد السيده هادي باش تعرفها اخاي سعاده الطرائز، ضربت السيده ما كتفكرش في مصلحه هاد ابنها وما عندهاش الغرض بابنها، خايفه منه تسمعوه انتوما في المحكمه. واش هذا الوقت اللي غتجي تحطم هاد الولد؟ راه حنا مقبلين على الدوره الثانيه سعاده الطرائز، علاش تضيع لي هاد المجهود اللي عملت هاد العام كامل؟ علاش علاش تضيعوا دابا من السيده اللي غتضيعوني هي انتوما؟ لان علاش هي مجرد بلا ما نقول شي حاجه فهمتيني، هي ممسوقه هي خصها غتفك راسها، هي كيقول لها عقلها تشاد به اللعب، ولا هذاك اللي هددتني به هو اللي كيحكم في البلاد. سيده ولات كتهدد دابا، انا خصني نعرف انا هاد الشيء فوق شنو كيمثل بهاد البلاد اللي كتقول لي انا ما سماش ولكن كنعات، اما هي سماتو لي بسميه ديالو، قالت لي في يدي فلان شركه بلا ما نسمي ديالاش، وترانسبورت دنسا خرجوا من العينين هاد العباره بهاد العباره كتستفزني، وانا عارف رجال الشرطه مدورين الساحه بالدان نهار اللي جابتهم. وزيدك حاجه اخرى مشات كتقول لي غني بالدار ديما التبليغ ديال قاضي الاسره باش انا تحرمت من هذا الحق هذا، واليوم المحكمه ضغط عليا. سيده كتلاعب، انا كما قلت لك كما بديت في البدايه، انا اي حاجه كيعيطوا لي للمحكمه ولا البوليس كنكون حاضر معاها. مشات اخرى كتقول لي غني بالدار ديما الله يرحمها، فهمتيني انا عندي مشاكل مع خواتي 50% هي و50% هما عارفين شنو هو، فهمتيني مشات كتقول لي غني تما وما بلغني حتى شي واحد، تجت مع رجال الشرطه البدان ورجع الشرطة وما تشوفوا كيفاش تعاملت معها مع ويا بالعاني قتلها التهديد هذا تما، كانت خاصها تستفزني تلعب لي لا اعصابي نطول الدليلة، ولكن انا قلت لك ونعاود لك هيهات انا حفظتك مزيان شنو كتسوى، ما كيهمنيش هاد الشيء هذا، انا اللي كتهمني المحكمة تنصبني وتعطي الحق، كل واحد تعطي حق واللي عنده شي حق تعطيه له، وانتو ما تمشي لي انا ماشي مشكل، انا سجين سابق واش انا شنو زعما انا قول لي انا شنو عايش شنو قول لي شنو الدور ديالي في هاد الحياة، خدمه ما كاينه، السكن ما كاينش، شنو الدوري غديني الحصه تعمل فيا الخا، فهمتيني هاد العائله شنو ذنبو، وديك العائله اللي عايشه فهمتيني بديك الجو هذاك راه ما جو عائلي ما والو، خالتها كتعاطى خا خا كيتاجر، الام كتقيل طايش، هي كانت محكومه سعاده الطرائز سيمانه اسبوع عندها يومين كانت تجي تسعود د العشيه بحكم عندها السوايع، والايام الاخرى كانت وصلت تضحي حتى السبعه د العشيه، فهمتي هادي محكومه، اما عاد دابا سايبه راه ديك العيال كيقيلهم سيبين مساكن لا بنتها ولا بنتي، اش غتعطيها العائل؟ وهاد العائلة سعادة الطرائس هادشي اللي قال عليها واللي عاود لها عليها، واش غتغفر له؟ هادي المرا سعادة الطرائس ما كتعرفش نسا ولا، واش غتغفر له هادشي اللي عاود ولا الفضيحة اللي بطحها؟ ما غتغفرلوشي، وجزاكم الله خيرا، شوفوا له جات ديك العائل ماشي وجهي أنا.